السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأخبركم كيف نعامل الحيوانات. علينا أن نعامل الحيوانات معاملة جيدة، وعلينا أن نرفق بهم. الحيوانات من مخلوقات الله، مثل الإنسان هم من مخلوقات الله أيضا، فعلينا أن نعتني بهم وأن نعطيهم الطعام والشراب. هناك أحاديث تدل عن ذلك. من الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري. مع السلامة.